اي جايز صباح بخير. هادي هي البلاصه فاش ديما كنشوفو الغروب، ولكن اليوم تعطلت للاسف الخدمه وكانوا عندي بعض الانشغالات. مي ليلتيزه بغيت تعطيك وبغيت حتى انت تصدق ليك ليلتيزه. يلا طلع لي فراسك العاب راني ديال الخدمه والالتزام سي سور ما غادي تكون نتيجه. مابقيتش كنتنوى كنقول يقدر لا ما يقدرش لا والو، فهمتي فهمتي تتشد داكشي كتابليكي كامل، ما كتبقاش كتسول واش يصدق ولا ما يصدقش. اول مره غادي نعبر راسي بعد اكثر من شهرين، واهم حاجه هي الاستمراريه. ما كاين استمراريه ما كاين حتى حاجه، لان هادشي كامل يعني انا نقصت 10 اوكي ومن بعد ما رجعت لنفس الماكله وما رجعتش لنفس السبور وما كملتش غادي نعاود نخسر كلشي. والاستمراريه هي المشكل ديال بزاف ديال الكتاب. هذا اخويا سيمو كيفاش وصلتي لهاد الكتاب؟ القضيه ديال ديما باش كتوصل للكتابه تمشي تشوف شي واحد واعر فيها. انا مشيت شفت واحد الكوتش فهمتي، تمنيت نكون بحالو شي نهار، مشيت عنده قلت ليه السلام عليكم انا باغي نكون بحال، شنو خصني؟ سهل، كتمشي عند شي واحد فات دار قبل منك تقول ليه شوف بلا ما نضيع الوقت قول لي انت كوتشيني انا غادي نخلصك من الاخر وريني الطريق، ما تخلينيش فهمتي انت درتي دونك انت راك ديجا دزتي جمله. قلت ليه ما تبقاش تقول لي راه خاصك تريني بيا يوميا وتمرضني يوميا باش تبين لي بلي راه الفلوس اللي خلصتك راه عطيتيني واحد المقابل فيهم. المهم خاصك تبين لي راه درتي شي حاجه، انا ماشي ديك العقليه، انا مستعد نخلصك قول لي راه شنو غادي انت. حتى هو زاد كيضحك قال لي بزاف ديال الناس ما عندهمش نفس المايند سيت ديالك، بزاف ديال الناس خاصو يمرتك عاد باش دوك الفلوس اللي كتعطيه يتسمى راه عطيتو الفلوس راه دار معايا شي حاجه. قلت له نو ما عنديش هاد المايند سيت هذا، انا عندي مشكله جي طلبك انت على الحل وريني اوكي من الاكسبيريونس ديالك. انا جاي عندك انت يا لحقاش عندك اكسبيريونس كبيره، مابغيتش نبقى نمشي نضرب فهاد الحيط ونمشي نضرب فهاد الحيط ونمشي نضرب فهاد الحيط ونتعلم راسي وكنتعلم في الجسم ديالي. قول لي انتيا اشنو ندير وانا غادي ندير. بيان سور ما تعقش قال لي بعداك خلصني هو الاول، وديك الساعه نقول لك قلت له اوكي هاك سيدي تفضل الفلوس تفضل قول لي شنو وزيدوا راه باقا غادي نكملوا. ماشي يعني هي ماشي واحد اللعيبه ديال شهر ولا جمله ولا جوج الجمل، باقا غادي نكملوا مع بعض. المهم بعد ما خلصتو قال لي شوف الصف شي كامل اللي غادي ندير معاك غادي يكون مضيعه ديال الوقت، غادي تمشي تقرا هاد الكتاب هذا غادي تابليكي كاع داكشي اللي فيه. الا كان عندك شي سؤال جي عندي مرحبا. ماشي نبداو لونطرينمون حتى خاصك تنزل حتى 82 كيلو في لوكات ديالك كاملك مشحم فهمتي، تتوزن 98 كيلو بارابور الطوله ديالك، دونك نسبه الفات عندك كثير، دونك خاصني نزلو 82. دابا الله وصلت 85 بعد هاد الشهرين وشي حاجه، ولكن عما قريب غادي نوصل 82 غادي نبدا لونطرينمون انا وياك. الله ما بقى والو ما بقاش بزاف، غادي تعرفوا شكون هو الكوتش ديالي. يلا تبارك الله عليكم. وهادي بيان سور فهمتي كما كنت قلت في واحد لا فيديو راه في التيك فهمتي تخدم بوحدك وغادي توصل، الا بغيتي توصل بالزربه هادي هي احسن ميثود ممكن دير. تمشي عند شي واحد واصل خويا سيمون انت في البيزنس واصل بغيتك تمنتوروني. لا خويا انا فريمون هاد العام 17 18 19 20 ما عندي ما منتور، يلاه نقدها براسي نمشي نتشاف راسي نمشي نديرها في خدمتي لعل وعسى نقدر ندير. انا براسي وعندي منتور في البيزنس، المنتور ديالي بالمناسبه غادي نمشي غادي نوريه من بعد على وقت غادي نوريه وغادي نوري شكون هو المنتور ديالي. هو المنتور ديال براين تريسي، تخيل المنتور ديال براين تريسي هو المنتور ديالي. هادشي كامل غادي نبان بالادله من بعد. نقول حاليا شكون هو مع الوقت غادي تدوز السنين غادي نقدر نوري، فهمتي ما عنديش مع تفرج وراك الاخرين لان شحال من واحد يتفرج فيا هو راه كومبيتيتور ديالي منافس ديالي ما نقدرش نقول شكون هو. المهم براين تريسي اللي براين تريسي عندي انا وياه نفس الوايل خاص سيمو براين تريسي كاع ياس مان. براين تريسي عنده منتور، ستيف جوبز كان عنده منتور، مارك زوكربيرغ المنتور ديالو هو ستيف جوبز الزول، بيل غيتس عنده منتور، كاع هادو اللي كيبانوا لك شداد عندهم منتور، ترامب عنده منتور. اي واحد بان لك دار شي حاجه شي قفزه في شكل في حياته كان شي شخص من وراه اللي داه فهمتي عطاه بالضبط قال لي شوف بلا ما تضيع وقتك هنا ركز في هنا دير هادي دير هادي دير هادي بدل هادي شونجي هادي توكل على الله في هادي. شوف ديما كاين هاد الشخص شحال غايسمو كتخلص هاد المنتور هذا في نظرك. الا قلت لك هاد المنتور هذا هو اللي المنتور ديال براين تريسي، انت براين تريسي عارف شكون هو دونك شحال تكون كيخلصوا براين تريسي. البري ديالو المعلم هو 60000 دولار في العام، ما يفوق 60 مليون تقريبا سمان، 60000 دولار في العام زائد 1% في الارباح فهمتي. كنتحاسبو انا وياك نخلصو 60000 دولار في بدايه العام، دابا لخرت العام غادي نحسبو شحال 1% ديال داكشي اللي بدا معايا داكشي اللي وليت كنحق دابا غادي نحيد منه 1% غادي نعطيه. علاش تحتاج تخلص شي واحد 60000 دولار؟ لان هذا اللي كنخلصو ب 60000 دولار هو كيدير 100 مليون دولار، الشركه ديالو كدير 100 مليون دولار في العام، يعني ما غادي يجلس معايا نص ساعه في الشهر ما ماشي ساهله باش يخلي البيزنس ديالو واخا يكون عنده وقت. علاش غادي يعطي ليا فابور؟ شكون انا؟ حتى شي واحد اللي كيدير 100 مليون دولار في العام
لان ديجا ما كديرش 7 فيغورز، غتمشي غادي تشوف شي شخص بسيط فهمتي، غتقول ليه بليز وقف معايا كدا وريني كيفاش نديرها وانا مستعد نخلص اي حاجه فهمتي. بغيتي تنقص في الوزن، بغيتي تولي مزيان في البادي بويل، راه في المغرب لاتي ملي كتكون طايحه راه تمشي ما عرفتش تمشي عند بطل المغرب لشي حاجه، بلا ما نقول سميه الرياضه كاراتي تيكواندو كدا اي حاجه، راه فهمتي غتجلس معاه راه بيان سور تاثر به وراه ما عادش تخلص شي ثمن كبير. وشوف شي واحد دار قبل منك اي حاجه كاين الناس اللي داروها قبل منك فهمتي، بغيتي ما تبقاش تضيع الوقت وما تضيعش الوقت بزاف، فيديك توصل ليها فاك اي منتور وفاك اي واحد، فيديك توصل ليها باي ذا واي. غير هو بدل غادي تاخذ ربع سنين غادي تاخذها، هذا هو مثلا جيتي بغيتي تبدا امازون عادي خصك السؤال الاول من غادي نجيب السلعه، غادي تقول علي بابا شكون هو هذا في علي بابا، دا كيفاش غادي نصيفطها للميريكان، شكون غادي يخلص الديوانه في الميريكان، كيفاش غادي نحل كونت في الميريكان، هاد الاسئله هادو مع منتور كيجي تتقول ليه مع منتور غادي نقول لها اوكي باغي نجيب السلعه من الشينو، غادي يقول لك علي بابا وفي نفس الوقت غادي يقول لك راه عندي واحد ثلاثة ديال لي كونتاكت هما تفضلهم، باغي ندي السلعة من الشينوا للميريكان، اوكي كاين هاد السيرفيس هذا وكنصحك بهذا وهذا وهذا، اوكي باغي شي شركة تكون مسؤولة على تما تخلص لي الديوانة تستقبل السلعة هي وتخلص الديوانة وتاخذها وتوصلها لأمازون، اوكي كاين هادي فهمتي، غادي يبقى يعطيك ماشي تبقى تجلس عاد تقول هاي راه بغيت عافاك ونجي هادي واش كديروا كيفاش علاش مناش باس ديرها مع شي واحد في القسم ديالك كيقرا مزيان سير عنده بلا الصاد غادي نشري لك بيمو غادي نشري لك كدا، شوف نتوما الا كنتو باقيين صغار فهمتي كتقراو غادي ندير معاك كدا، شوف اللي جا معاك في داك لاج ديالو تعطي شي مقابل واللي باغي نولي كنقرا بحالك، يقدر ياخذك معاه يوميا يعني بديت تجيك معاه تقرا معاه في الدار فهمتي وتجيب لك كيفاش كيقرا وابقى غادي تشد الريتم وتمشي لدارك وما تبقاش تشد نفس الريتم ديالو، ولكن العب الالتزام لان في الاخر الا ما التزمتيش فاك تخلص 6 مليون تاع الدولار ماشي 60 دولار ما عندك ما تجي نعاودها، الا ما التزمتيش ما عندك ما تجي، لان الالتزام فهمتي مهم في المعادله، الالتزام والخدمه الخدمه 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 ويوميا ماشي نهار واحد وتخبر السيمانه وماشي السيمانه وتخبر شهر، تهلا فاصل.